بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيدة عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية بمناسبة فوزها برئاسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية. عبر سموه فيها عن تهانيه للسيدة عهدية أحمد ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية بفوزهم بعضوية مجلس إدارة الجمعية، وأشاد سموه بدور جمعية الصحفيين البحرينية، ونوه بما نالته السيدة عهدية من ثقة كبيرة تعكس مدى ما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم عبر مسيرتها الحافلة بالعطاء والمنجزات في المجال الصحفي والإعلامي وفي مختلف المجالات. وأكد سموه أن انتخابات جمعية الصحفيين تجسيد للدور الكبير الذي تطلع به الصحافة البحرينية وإسهاماتها في خدمة المجتمع، متمنيا سموه للسيدة عهدية أحمد وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية كل التوفيق والنجاح.